من اللي عملوا فيلم كامل باش يحبسوه عملوا له كمينة بور إسيي معناها باش حطوكم كوا رجل أعمال فاسد وتابع كذا وكذا ومن بعد بالتهم فصل 96 وفساد مالي وغير ذلك ولكن بعد 30 شهر حتى التهمة ثابتة حتى حكم ولكن خلوه 30 شهر في السجن معناها ومن بعد ولا عنده قصور في الكلى دياليز بريتونيال اللي معناها فما حتى حبس في العالم يعملها ولكن هما كي تقول هما سي سامي هما وزير العدل سابقا نور الدين بحيري وعبد اللطيف مكي وزير الصحة مع المستشارين نتاعهم هذوما قرروا عملوا اجتهاد قالوا لا ها مرنقي داو خير من السبيطار دونك وفرضوا معناها خرجوهم لو 23 جوان 2012 بالقوة العامة عملوا ديبرونشمون دو لا ماشين دي ماضي ساعة تاع الليل طبيب تابع عبد اللطيف مكي اسمه منذر ونيسي معناها إلى ديبرونشي لا بريز إلكتريك منين عندك المعلومة هذه؟ عاد أنا حاضر والطاقم الطبي الكل تاع أموي تاع شارنيكول حاضر من 8 تاع العشية الماضي ساعة تاع الصباح فهمت معناها عملوا أن شارنمون وقرروا إيفيدامون هذا البحيري و والمستشار نتاعي ومستر يحيوي قرروا وعودوها في الاذاعه في اذاعه خاصه قالوا المرنقيه داوي خير من السبيطار عاد انا قلت ما نسكروا نحن السبيطارات ونمشي نداوي في المرنقيه ما ثم حتى سجن في العالم يعملها ولكن هما قرروا قلت لهم راك تقتلوا فيها عرق بعد عرق افكتيفمون هذا ايش لي دي لو 23 جوان 2012 في اذاعه قاعدين تقتلوا فيها عرق بعد عرق محكمه التعقيب قالت جيلان دبوسي ما عنده حتى جريمه فما أربع قضاة دوبوي 30 موا قرروا باش يعذبوا ويقتلوا جيلاني الدبوسي وبعد دخلت برشا أطراف باش ما يخرجش خاطر خايفين منه رجل بريء ما عنده شيء ولكن يعذبوا فيه خلينا نعذبوه حتى يموت هذه هي جريمة الدولة.